يعني هذه المساجد كنا بنشوفها برا، لكن نشوفها اليوم في عنا. يعني حاجة كبيرة. تمام، بارك الله فيكم، احنا سعنا لأن نشكر. فهنيئا لكم يا من قمتم على بناء مسجد الاستقلال، مسجد الاستقلال الذي يسمى تيمنا بمسجد الاستقلال في أندونيسيا، وقد سمي في أندونيسيا مسجد الاستقلال إحياء لاستقلال أندونيسيا عن الاحتلال والاستعمار الهولندي في أربعينيات القرن الماضي، لأن الشعب المسلم المرابط المجاهد على أرض فلسطين سوف ينال استقلاله بإذن الله، ويطرد المحتلين الغزاة عن كل أرض فلسطين المقدسة. Thank you.